الحماس ألف لشوفتكم. اي والله قبل نروح المعرض العطور، العطور وصلتني اليوم قصة إعلان دخول الإماراتية عن أعظم قدم وطأت الأرض بعد قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، عندي وعندك وعند الجميع، الأم الغالية. أبو ربيع، لهذه المناسبة لابد نجيب عطور ما يختلفون عليها اثنين، وأكثر عطر قريب لقلبك واللي ما عاد صار اسمه عطر برايفت الأحمر، صار اسمه عطر غازي عندنا. أبو عبد الله ممكن أقاطعك؟ سم. هذا العطر بنزل عنه فيديو يحكي كل اللي في الخاطر. سم. تسمح لي؟ إيه تفضل. يا غازي أنت تثني على دخول الإماراتية دائما، هل أنت تعطر فيها ولا لا؟ هذا العشق برايفت الأحمر. ترى أنا لما أثني على دخول ما يعني أني أسقط على أحد أو أقلل من أحد، القمة تسع الجميع. هذا برايفة الأحمر شوفوا باقي فيه نص، والله أني مطلعها من البيت والله. شوف هذه العلبة خلصتها، وهذه العلبة ما بقي فيها إلا حاجة بسيطة. إخواني الرجال اللي يلبسون شماغ وثوب، تعطر فيه على ثوبك وشماغك وبعدين تبخر وبعود، وشوف بس وادعي لي بس. هذا العطر عشرة أيام وليالي من أول ما تعرفت على براند دخون الإماراتية، وأنا هذا العطر صار ما يخلى من شنطتي. هذا أول عطر تعلن عنه في دخون. أي والله ذك. قبل أكثر من سنة ونص، وعلى كثر ما مرت عليك عطور إلا أنك تروح وترجع يا جماعة. الرجل اللي هو مناسب للجنسين ولكن أعتقد للرجال يميل بشكل كبير، الرجال اللي يلبس شماغ وثوب باستمرار يتعطر من هذا العطر. أما هذا العطر سالفتي مع سالفة. هذا العطر جيت يوم من الأيام أغطي فرع دخون بجدة بالريدسيمول، أعجبني العطر أخذته معي، بخيت منه اليوم الأول الثاني، صار روتين يا جماعة الخير. تركيبته فريدة وغريبة جدا جدا، ومن أغرب روائح العطور اللي ممكن تمر عليك. باختصار شديد بوصف لكم الشعور اللي أول ما بخ من العطر إيش يصير. على طول تذكر الذكريات وتحن للماضي. إي والله اسلم أبو عبد الله. فأنا بقول ثلاث شغلات في هذا العطر. الحاجة الأولى، شوف هذه محادثة بين السنة اللي راحت. أوه كشف المستور. إيه؟ صالة مزنة. تقول أبيه يكون موجود في الإعلان القادم، هذا يوم إنك أنت تشتري. طيب. بدون إعلان. شيء ثاني، هذا العطر الوحيد في دخون الإماراتية كلها اللي مكتوب عليه VIP. عز الله إنه VIP. لشغلتين، الشغلة الأولى لأن فيه بخور عود. وفيه مسك، فيجمع ما بين المسك وبخور العود، وهذه من أصعب التوليفات اللي أنت تقدر تربطها في قارورة عطر، وفوق على ذلك الطلعة مميز. أقول لك شيء أبو عبد الله، أنا إذا شميت العطر أعرف مكوناته اثنين ثلاثة، هذا العطر فلسعبي. إحنا عشان نقدر نوصل لهذه التركيبة اضطرينا إحنا نتعاون مع المصممة الإيطالية دومينيك مولهاوزن لصناعة هذا العطر. هذه مصممة معروفة في العالم، صنعتها سنة 2020 وحصلت على أفضل. هذا ترى والله ما كنت تدري، أنت توني أفاجئ. خرافي يا جماعة. ما أنا بنتكلم عن ضمان دخون الإماراتي، ضمان السعادة اللي سنتين على جميع المنتجات. لو ما جازت لك بعد ما غلقت نص تولة العطر رجع واخذ فلوسك. قدمنا بحيث نحصل عليه أفضل ضمان في العالم، إن شاء الله ناخذ فيه شهادة قريب. ما شاء الله تستاهل الضمان، ما حد نافسنا عليه للآن بفضل الله سبحانه وتعالى. العرض يا أبو عبد الله. شوف الله يطول عمرك. هذا العطر اللي ما يلحقه كلام بقيمته، وهذا العطر هدية لوالدتك. بيض الله وجهك، وفعلا هذا مناسب للأم و تكفى عطني يا وهدي أمك. وطى العطر وطى. لا والله ما وطي. اقول وطى. العطرين سعرهم حدود 600 ريال. هذا الوحده ب 299 وهذا ب 299. معروف ما يحتاج. العرض اليوم انا كنت افكر انهم بيعطونك الواحد ب 299 والثاني مجانا. لا. طلع ب 265 بس. اقل. وفوقها الثاني مجانا.
بالشحن والضريبة والضم. وإذا رحت للفرع تقدر أنك تغلفه مجاناً بوالدتك. بيض الله وجهك. وهذا في كل فروع المملكة. والله ما ينتفوت العرض يا جماعة الخير، والله أني أشتري العطرين دي وأعرف سعرهم زين، حدود 600 ريال. فاليوم العطرين بتطلع عليك 200 وكم؟ 65 فقط كل الاثنين. بيض الله وجهك يا أبو عبد الله. العطر الأبيض هو من أكثر العطور انقطاعا، يعني مثل ما وريتكم في المحادثة هذه كانت قبل حدود 4 شهور وتوه يتوفر لحتى نقدر نحن عنه. قايل لكم الموضوع والله فيه بركة، يا فيني أنا يا في متابعيني يا في هالسناب يا ما أدري وش القصة. السيارة اللي أعلننا عنها في شركة ووبو أعلن عنها مشاهير كثير، تخيلوا من اللي فاز. اللي فاز من الطائف أختنا نورة، وتستاهلين يا نورة، وألف مبروك. شمعة اللي تجيب النور محروقة قطعت سلوك المحبة، يا الله الخيرة والجسم عيا يشيل الدم بعروقه، كانت داركتر على وين؟ على معرض العطور. من قبلنا من أول ما بدأ معرض العطور، هذا صراحة من أقوى معارض العطور اللي صارت في الرياض، ما شاء الله تبارك الرحمن.